اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف هذه الحلقه، النجوم الكبار الكابتن ماهر ممزه. كابتن ماهر الاسلام، الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي، حاجه جميله والله. طبعا هرجع لحضرتك، ولكن خليني ارحب بجن الكره المصريه كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن مصر؟ كابتن مصر مبروك، مبروك. الله يبارك فرحة فيك. جميلة ودايما طبعا الفرحه شعب حلوه، مصر كلها كان عايزها فرحه حلوه وكل حاجه حلوه. ابدا بحضرتك كابتن ماهر، يعني مبروك بطولة 11، يعني كل واحد من حضراتكم له جزء في هذا الكأس. أنا أول ما دخلت إسلام وصورت مع الكأس جسمي أشعر. طبعا افتكرت زمان. افتكرت بقى، افتكرت الزمان يا شريف. أول 82 كانت أول مرة. أول مرة اتعذبنا 4 سنين قبلها في إخفاقات، سفر أفريقيا، تعب، مشوار. كانتش الامور زي دلوقتي خالص. وبعدين كمان كان عندنا 81 كنا وصلنا سيمي فاينل، بس وفاه الرئيس انور السادات ما كملناش. فيعني بصراحه يعني كاس غالي وحشنا من فتره، لكن الرجاله العظام، رجاله النادي الاهلي، اللعيبه الابطال، اللي كافحوا بشكل كبير جدا لحد ما جابوا لنا الاميره السمراء، رجعت مكانها الطبيعي ان شاء الله في دولاب النادي الاهلي وبالجزيرة. يعني رجعنا بزمن 82. عايز اقول كمان اسلام، الفرق يا شريف، الفرق في 82، احنا يمكن كابتن مصطفى يونس كان كابتن النادي، هو كابتن مصطفى يونس كان كابتن الاهلي، طلع خد الكاس، وطبعا احنا قعدنا نتفرج بس. ليه؟ ما هو يعني عايز اقول لك ان يعني وحشه الاولى بقى، وفرحه اولى ووحشه كبيره جدا. فطبعا مصطفى خد الكاس، قعد فتره يعني، بس كابتن خطيبه هو نزل بيه من الطياره ماسكه، مش سايبه يعني. درجه ان احنا، وكان الكابتن مصطفى يونس هو كابتن النادي. مصطفى يونس، وبعدين مصطفى عبده متهيألي، وبعدين كابتن خطيب. فعايز اقول لك يعني شفنا الكاس ده في مصر. في مصر. يعني احنا قعدنا في غانا يعني فترة طويلة قوي، لغاية لما تيجي الكاس كان في حضن مصطفى يونس، بس ما حدش كان بيشوف كابتن مصطفى، واتقفل عليه وكل سنة وانتم طيبين. شفناه في مصر بعد كده، واحنا دلوقتي الفرق مختلف، حاجة جميلة بصراحة. يعني شوف شوف فرحة حلوة، الفرحة الجميلة، وبعدين اللعيبة كمان كلها بتوصل الكاس لبعض، وطبعا بتحتفل، كل واحد بيحتفل بقى طبعا بشكل وطريقة. فالدنيا اختلفت اسلام بشكل كبير. طبعا فرق بين 82 طبعا، وفرق بين السنه دي فرق كبير، لكن عايز اقول التواصل بقى. صحيح. احنا اللي فتحنا الباب لجميع الاجيال الحمد لله 400، وبعدينا بقى تواصلت الاجيال 84 افتكر، و86 وهكذا لحد البطوله 11 الغاليه علينا، والصعاب اللي احنا عشناه في خلال الفتره ديت. لكن بيرجع اسلام المكسب ده زي ما قلنا، المنظومه ككل، مجلس اداره ولاعيبه وجماهير، وطبعا مشكور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيبعت بركيه طبعا لمسانده، وبيبارك لي وتهنئه للنادي الاهلي، وزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف، طبعا زي ما انت ذكرت كده مجلس الشعب ومجلس رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، الحقيقه كل رجال الدوله. فطبعا انجاز بيحسب فعلا لمنظومه النادي الاهلي ككل. يا رب ان شاء الله السنوات اللي جايه يا رب ان شاء الله تتكرر. بنبارك لكل محافظات مصر بقى الاهلاويه، احنا وصلنا لمرحله ان معظم محافظات مصر كلها اهلاويه. وكلمة يا رب يا اسلام دي كانت بترج ارجاء القاهرة كلها. حقيقي. قبل بس ما اكمل مع كابتن شريف عبد المنعم، خليني اروح لاحد نجوم الاهلاوية جدا جدا جدا، النجم بيومي فؤاد. ازيك يا نجم؟ مساء الفل يا حبيبي. مساء الجمال والعسل. انا امبارح يعني بص شايف لك شوية تصريحات امبارح، اول ما شفتها اتفائلت. اولا يا كابتن اسلام اسمح لي اعزيك يا حبيبي، ما كنتش في مصر والله. ربنا يخليك يا بقاء لله يا حبيبي، وان شاء الله اخر الاحزان، بقاء الدوام لله وحده. ربنا يرحمه يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ بيوم. يعني طبعا يا نجم امبارح اتفرجت الماتش ازاي الاول؟ اولا طبعا تحياتي كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم لحضرتك يا استاذ بيوم. يا سلام يا سلام. او الاثنين كباتن الكبار اللي حضرتك مستضيفهم دولت، من بدايه الاثنين الكباتن الكبار دول لغايه ما احنا دلوقتي وبكلم حضرتك،
هو ده الاهلي دايما بيفرحنا. 82 البدايه كانت في 82. دايما الاهلي مفرحنا. كابتن شريف عبد المنعم والكابتن ماهر همام احسن باك في مصر. كابتن شريف احسن وينج شفته في حياتي، يعلم ربنا، اقسم بالله مش بجاملهم عشان حضرتك مستضيفه. عشان كده احنا بنحبك. حبيبي يا غالي والله العظيم، ثلاثه بالله العظيم، من هنا من بدايات بيبو وكابتن شريف وكابتن ماهر ومصطفى عبده وكل الوصفوه الله يرحمه وكل الناس، من هنا الاهلي بدا فعلا دايما بيفرحنا. تمام. مش على مستوى افريقيا بس، على مستوى البطوله العربيه، على مستوى الدوري، على مستوى الكاس، على مستوى، من هنا فعلا يعلم ربنا يعني. اتفضل يا فندم. استاذ بيومي، شفت الماتش ازاي امبارح؟ يعني انت كنت قاعد بتتفرج على الماتش فين؟ اشرح لي امبارح بالنسبه لك اليوم كان عامل ازاي؟ انا في دبي. اوكي. تمام. والماتش الاولاني كنت في السعوديه. وجيت من السعوديه على دبي، قاعد قلقان، يعلم ربنا قاعد قلقان، النتيجه كانت مخوفاني. كنت قلقان قبل الماتش يعني؟ كنت قلقان قبل الماتش جدا جدا جدا، خصوصا بعد النتيجه، بعد ما دخل فينا جون هناك 2-1، فكنت قلقان. وهو ده اللي قلته للكابتن رضا عبد العال والكابتن مهيب عبد الهادي لما كلمتهم في التليفون. تخيل مين اللي طمني؟ مين؟ الكابتن حسن شحاته بتصريحه لما قال الاهلي لو كسبان 1-0 هياخد البطوله. طبعا كابتن حسن شحاته ده نجم كبير. راجل بيفهم. ايوه، راجل خبرات. قال الاهلي لو كسبان 1-0 الاهلي الاقرب. قبل المباراه بتاعت مصر قال الاهلي مش محتاج 2-0 و3-0، الاهلي لو كسب 1-0 هياخد البطوله. فكان مطمني بكده. الثقه اللي كانت عند لعيبه الاهلي وهم مغلوبين 1، ما كانش فيه توتر ولا قلق ولا بيجروا على الكوره ولا بيصرخوا ولا بيتخانقوا مع الحكم ولا. الثقه اديتني شويه اطمئنان، ان هو وكانهم متفقين ان في اخر ثلث ساعه او ربع ساعه هنجيب الجول. وكانهم متفقين وكان الخطه بتاعتنا هيخش فينا جون يا رجاله في الشوط الاولاني، فهيتعادلوا 2-2 خلاص زي ما بيتقال يعني. ما تقلقوش احنا في اخر ربع ساعه، اقسم بالله ادوني احساس بكده. ايوه. مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت تعرضوا لعدد كبير او لكثير من الضغوط، خليني اقولها ضغوط. دلوقتي نقدر نبارك لبعض ونقدر نقول ان كل ما كان يتم الحديث به خلال الفتره السابقه ما هو الا كلام كذب. خلي اللي يقول يقول. شفت الشياكه، شفت م. الجمال، شفت م. الاحترام. خلي اللي يقول يقول يا فندم. كبار قوي واحنا تقال قوي. أيوه. واللي ما بيحترمش بكده هو حر، ربنا معاه، ربنا يسهل له. ايوه، احنا تقال قوي والله العظيم. احنا كل العالم العالم بيشهد لنا، اللهم لك الحمد، ان احنا كبار قوي وتقال قوي وناس شغالين شايفين شغلنا بس. الكابتن خطيب رغم ظروفه الصحيه ربنا يديله الصحه والعمر، ما بيسيبهمش في الزنقات وبيروح معاهم وبيفضل معاهم. رغم انه ممكن ما يكونش هو رئيس البعثه. طبعا دي بروتوكولات وتفاصيلها مش عاوز اعق فيها، ليكون طالما رئيس النادي طالع يبقى هو رئيس البعثه، ما اعرفش، انت تعرف اكتر من ده مني. لا مجلس الاداره مجلس الاداره قرر ان كابتن حسام غالي يبقى رئيس البعثه في وجود الكابتن خطيب. عشان كده هو اللي واقف. يا سلام. هل ده ممكن تشوفه في حته ثانيه؟ يا سلام على الاحترام والشياكه والادب والجمال، يا سلام، بنتعلم. بنتعلم حقيقي والله، يعني كتير جدا من الصحفيين ومن اقول ايه، مقدمين البرامج والكلام ده، حتى الزملكاويه منهم يقول لك الاهلي المؤسسه الوحيده. ايوه، في فتره لما كان في قلق في البلد والكلام ده في 2012 و2013 والكلام ده، المؤسسه الوحيده اللي بتفرح مصر. ايوه، لما رحنا لعبنا في افريقيا رحنا عملنا كذا. تمام؟ الاهلي يعني لو في انديه كتير جدا بتتاثر لحاجات كتيره جدا مع احترامي الكامل ليها. خلاص، عدم استقرار في ادارات، في مكاليس اداره، في اي حاجه في الدنيا. مفيش نادي اتقال عليه مستشفى الا الاهلي، مستشفى الاهلي. ربنا لا يعيدها. ياما لعبنا بلعيبه، عشان كده اي 11 راجل بيلعب مع الاهلي هو 11 راجل. نروح نلعب كاس عالم للانديه بشويه ناشئين وبشويه شباب وبشويه معرفش كذا، اللهم لك الحمد، نعمل مباريات عامله ازاي. وبرضه لما جم لموسيماني من المنتخب لعيبه كتير، في لعيبه كانت تعبانه ما لعبهاش. صح.
يعني اي مدرب تاني كان يقول انا هعمل ايه من غير محمد عبد المنعم؟ فيستنى لما محمد عبد المنعم اول ما ينزل والله اقول له ايه الف بعد الشر لو ما جابش رجلي ينزل. لكن لا جايين وتمام، انت تعبان يا ابني مش قادر ريح. لا لما عبد المنعم جاب الجون عملت ايه يا استاذ بهيم؟ كنت اتفرج فين الاول وعملت ايه؟ يعني لو مسموح ان انت تقول كنت اتفرج فين وعملت ايه يبقى لطيف جدا يعني. اقسم بالله يا ريس كنت قاعد وكلنا الحمد لله يعني معظم كانوا موجودين في كافيه كده في اهلاويه. وكان في شباب زي الفل كده مغربيين من حقهم طبعا. لما دخل الجون لما دخل الجون وهللوا والكلام دوت، فاحنا يعني احتراما لمشاعر الناس وهم احتراما لمشاعرنا والكلام ده، احنا قاعدين سكتنا تماما واتنكدنا تماما وبصينا في الارض وحسيت ان الماتش رايح مني. ايوه خلاص زي ما بقول لحضرتك بدا الموضوع سنه سنه من اللعيبه مش مستعجله وما بتجريش والشناوي ما بيجريش الكلام ده، حسيت ان هم عندهم ثقه ان باذن الله ان شاء الله، خصوصا ان جولنا اللي دخل فينا كان في الشوط الاولاني. ايوه ما نزلوش في الشوط الثاني من اول لمسه وهم بيجروا وبيعملوا كور ما اعرفش ايه وابو شتاتين ومفيش تركيز والكلام ده، ده كان في تركيز. وكان في تقل. والراجل امبارح كولر كل التغيير منزله في ميعاده، واحنا كتير قوي انتقدناه عشان احنا للاسف الشديد عندنا فلاسفه كتير قوي. منهم انا. احنا عندنا اكتر من 82 مليون مدير فني. تمام. طب تحب تعرف الاسباب اللي خلتنا يحصل كل ده ايه؟ معانا كابتن سامي قمصان على الجانب الاخر يا استاذ بيومي او على الخط الثاني يعني المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي. سلام عامل ايه؟ مبروك يا كابتن. الف الف مبروك يا كابتن سامي. والاستاذ بيومي دلوقتي كان بيتكلم على حياتي ليه طبعا، واقول له مبروك طبعا ومبروك لجمهور النادي الاهلي كله. بيقول لك مبروك يا استاذ بيومي لو سامع. الله يبارك فيك يا حبيبي. تعبكم واضح والله يا كابتن سامي، تعبكم واضح يعني. الاستاذ بيومي دلوقتي يا كابتن سامي كان بيتكلم عن طبعا تحياتي الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم. مبروك يا سامي طبعا. ازيك يا كابتن؟ ازيك حضرتك؟ متاسف والله. ازيك يا كابتن؟ كابتن ماهر كابتن شريف كابتننا طبعا واساتذتنا والتاريخ كبير جدا في النادي الاهلي. كابتن سامي لسه الاستاذ بيومي كان بيتكلم على التغييرات وعلى انه الشوط الثاني البدايه كانت بالنسبه له، يعني هو بيقول الشوط الاول كان قلقان جدا، الشوط الثاني البدايه خلته يبقى سعيد ومبسوط. ايه اللي قلتوه للفرقه ما بين الشوطين؟ يمكن بص يا كابتن اسلام الراجل اتكلم في نقطه مهمه جدا في بين الشوطين. يمكن هو كان اتكلم عليها في بدايه المباراه لكن اكد عليها، يعني ان احنا لازم نبقى اهدى، لازم نلعب بشخصيتنا، لازم نلعب كورتنا ودي اهم حاجه. لسه ما خرجناش من البطوله، احنا هدف بس ومجرد هدف بس هو اللي هيبقى الضغط كله هيتنقل علينا. هم ان احنا نركز الفرص اللي هتجيلنا وعشان تكسب عشان تكسب وتعمل اداء كويس لازم يكون عندك تنظيم دفاعي كويس. ده الحمد لله اللي اللعيبه اعتقد استوعبته بين الشوطين وقدر برده من خلال التغييرات الحمد لله يدينا افضليه سواء في الملعب او في الهجوم. اعتقد الحمد لله كان السيناريو كويس وحاجه متوقعه. حضرتك عارف طبعا كابتن اسلام وطبعا كابتننا كابتن شريف وكابتن ماهر عارفين ان انت بتعمل كذا سيناريو للمباراه يعني. صحيح. كان مهم جدا وكان طريقة جدا ان انت تتوقع قوه الوداد خصوصا في الشوط الاولاني بالجماهير الكبير جدا والطرف الجماهيري. طبعا انت لعبت طبعا وكابتننا لعبوا طبعا ان شاء الله اكثر من مره. مهم جدا اللي انت ازاي تقدر تستوعب الضغط الجماهيري ده، كان صعب جدا. ادوهم دفعه قويه، ادوهم دوافع كبيره، كان عندهم حافز كبير جدا. جماهير الصراحه يعني ساعدتهم كتير جدا، هم كانوا ادوا اداء اعتقد ده كان مميز برضه. حقيقي. يعني خصوصا في الشوط الاولاني من حيث الضغط من حيث التصميم اللي هم عاوزين يجيبوا جون ويخلصوا المباراه. لكن هو كان السيناريو بتاعنا اللي احنا برضه الشوط الثاني طبعا طبيعه تقل، هيبقى عندهم تراجع، هيخاف على الجون، هيلعب بطبيعه لعبه. صحيح. اتفضل عاوز تقول حاجه؟ لا لا انا بسمع منك. فطبيعي اللي هو هيرجع لازم اقول كده ويبقى احنا عندنا طبعا لا يا اسلام براحتك يا كابتن. اتفضل. لا اتفضل يا سامي. اتفضل يا كابتن. لا يعني طب استاذ بيومي يعني طبعا الكابتن سامي ادانا ان الهدوء هو ما او اهم ما قيل ما بين الشوطين. اعتقد ان انت يعني استاذ بيومي لو عندك حاجه عايز تقولها للكابتن سامي والجمهور الاهلي. اولا بارك له جدا، ثانيا قول له احنا تعودنا على الاهلي في بطولات قاريه.
خليه يشوفوا لنا بطوله والنبي عشان شوفوا لنا بطوله يعني، مع احترامي الكامل للدوري العام ومع احترامي الكامل لكاس مصر ومع احترامي الكامل لكل البطولات المحليه، احنا تعودنا على الاهلي في المواضيع ديت. في تشبيه، انا اسف لللفظ يعني، انا دايما بقعد اقوله كده مع عيالي والكلام ده، بقعد ايه يعني افرد صدري كده عليهم والبتاع، انا بقول لهم انا لما بعمل جريمه بعمل الجريمه الكامله. الاهلي بيعمل الجريمه الكامله. الاهلي بيبقى عارف كويس قوي وبيعمل ايه، زي ما بقول لحضرتك صحيح دي كوره مفيش حاجه مضمونه وتوفيق دايما بربنا سبحانه وتعالى، ما حدش عارف الموضوع عامل ازاي، لكن بقول لك انا كان عندي احساس رغم قلقي، انا مش هنكر رغم قلقي وخوفي وكل الكلام، انا عاوز اقول لحضرتك ان انا شغال مع ناس هنا اهو معظمهم زملكاويين، قعدتهم امبارح وقلت لهم هتشجعوا الاهلي اشتغل معاكم بكره. مش هتشجعوه خلاص. مش هتشجعوا الاهلي غصب عنكم يعني، انا مش هصور، لان لو حصل لا قدر الله هتنكد مش هتاخدوا مني حاجه. لو لا قدر الله الاهلي خرج او ما خدش البطوله هتنكد وما اعرفش كده، كانوا قاعدين يا عيني يعني، قلت لهم يا ابني اتوضى وصلي ركعتين وادعي الاهلي احسن لك عشان اتصور معاك بكره. والكلام ده يعني ما تعرفش فرحته بقد ايه للانجاز وللكلام ده يعني، ولا الناس الزملكاويه اللي بينتقدوني وبيقولوا ان انا في 2016 جايبين لي حاجه ببرنامج كده وبيشتموني يعني، لما قلت المقوله بتاعت ان ثلاثه بالله العظيم لما انتقدت الكابتن شوقي سعيد انه شخصيه عامه وما يصحش يقول الكلام ده وغيره 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 اللي بيطلع بيقول لك انا لو الاهلي اتغلب انا هذبح عجل وهذبح خروف وكل الكلام ده، قلت انا ثلاثه بالله العظيم عمري ما تمنيت ان الزمالك يتغلب. ولما بنضحك على الفيسبوك وبضحك مع زمايلي الزملكاويه من بس فرد صدره والكلام ده، هو ده اللي خوفني لما المحامي الكبير المتر الكبير اشرف عبد العزيز قال الاهلي البعبع وانا واثق من فوز الاهلي وانا براهن والكلام ده. الاهلي دايما بيحترم المنافس، الاهلي دايما بيحترم المنافس طبعا، وجمهور الاهلي لما بيقلق ده شيء صحي وشيء محترم طبعا. يقول لك يا حبيبي ما انت كنت خايف. 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 لا ما انت ما كنتش واثق في الفوز يا سيدي، ما كنتش واثق، ما انا بقول لك توفيق ربنا سبحانه وتعالى. استاذ بيومي، لان دي خوفاني. لان دي نقطه مهمه جدا يعني كابتن سامي، وحضرتك طبعا مدرب العام للفريق والكلام ده طبعا انا متاكد من هذا الكلام، لكن هل حضرتك وانت رايح المباراه كان عندك الثقه الكامله ان احنا هنكسب هذه البطوله؟ اكيد من اول مش يعني عاوز اقول لك يا كابتن اسلام، من بدايه البطوله كان عندنا تحدي كبير جدا، خصوصا بعد البطوله اللي فاتت، حتى بعد الهدف يا كابتن سامي اللي دخل فينا هنا. طبعا حتى بعد اوكي احنا كلنا رايحين من بعد المباراه على طول الراجل دخل واتكلم، احنا انتوا زعلانين، احنا كسبنا وده الاهم، الفرقه الكبيره اللي تروح هناك تاخد البطوله من قلب المنافس بتاعها يعني. احنا عندنا فرصه ان احنا نجيب جون، عندنا فرصه ان احنا ما نجيش فينا جون، لو تعادلنا تعادل سلبي هنكسب، لو تعادلنا تعادل ايجابي هناخد البطوله، فلازم كده لازم نركز ولازم نفصل ولازم نركز بطموح جمهورنا والدوافع اللي ادوهم لنا في المباراه النهارده، الاقبال الجماهيري الكبير جدا والثقه اللي انتم بتشوفوها من الجماهير في كل مراحل حياتك، في كل حياتك، كل ما بتخرج في اي حته او كل ما تقابل اي حد، وجمهور النادي الاهلي عظيم، جمهور النادي الاهلي دايما بيدي ثقه لعيبته وجهازه وجمهوره، فاعتقد الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا. ولا والله يا كابتن اسلام حتى بعد الجول، حتى بين الشوطين الراجل واحنا بنتكلم، حتى اللعيبه بينهم وبين بعض وهم نازلين بين الشوطين كله بيقول احنا خلاص احنا هنرجع، احنا هنكسب مش هنتعادل، لا احنا هنكسب. هو ده كان واضح من خلال الملعب يعني، اللي اتفرج على الماتش خصوصا الشوط الثاني يا كابتن سامي كان متاكد من هذا الامر. اخيرا يا استاذ بيومي، لو حابب تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي من خلال تواجدك، على تواجدك الدائم الحقيقه دايما معانا على شاشه قناه النادي الاهلي وهذه الفرحه الكبيره. افرحوا افخروا بناديكم، ناديكم دايما مفرحنا، انتوا واقفين ورا ناديكم، انتوا محترمين وبتشجعوا نادي محترم. طب لو عايز تقول حاجه للكابتن سامي قمصان بقى تقول له ايه؟ اقول ايه؟ حاجة للكابتن سامي قمصان يبلغها لسامي يعني، كابتن سامي والكولر لو يبلغها له. ربنا يكرمك بقدر تعبك، ربنا بيوفقكم بقدر تعبكم. أيوة. مخلصين. انتوا ناس مخلصة وبتتعبوا. شكرا. ولا لا بتتكلموا ولا بتعملوا أي حاجة في الدنيا، انتوا بتشتغلوا بس. عشان بتشتغلوا بس ربنا هيوفقكم دايما. شكرا وما تختاروش البطولات أبدا. احنا لو داخلين في 10 بطولات هناخدهم لاننا رجاله، لاننا جدعان. الاهلي امبارح لو ما كانش له نصيب الف بعد الشر، انتوا رجاله، انتوا دايما مفرحينا على الحلوه والمره، عيب احنا على الحلوه والمره. الاهلي لو ما خدش البطوله امبارح الف بعد الشر،
احنا على الحلو والمر غياب ما فرحنا. ما ينفعش نتحاسب بالقطعه، ما ينفعش. ايوه هو دايما مفرحنا، هو في منطق للامور يا فندم. هل احساسي وانا بتفرج على ماتش امبارح زي احساسي وانا بتفرج على ماتش العوده اللي في القاهره بتاع الترجي وانا كسبانهم ثلاثه بره؟ لا اكيد طبعا. لا لا طبعا اكيد لا. ماتش مصر انا بالنسبه لي ماتش تحصيل حاصل، لكن 2-1 في جون وانا خايف بقى من التحكيم الافريقي، وخايف من فوزي الوقع، وخايف من الجمهور، وخايف من كل الكلام ده. خايف بقى، خلينا منطقيين. خايف من كده الراجل قاعد مبرق مخوفنا واحنا بنتفرج عليه. لا القلق 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 طبيعي برضو يا استاذ بيومي. بيني وبينك يعني طبعا طبعا الراجل رئيس الاتحاد بتاعهم اللي هو فوزي الوقع ده، وكان راجل شخصيته قويه وله كلمه في الكاف واللي حصل فينا قبل كده، وكل الحواديت دي باحترام الكامل. رجل يعني محترم طبعا، رجل محترم طبعا طبعا. طبعا فوق دماغنا يعني طبعا. بيعمل ده لبلده، ده فوق دماغنا. صحيح. كل واحد يهمه بلده. صحيح. ويهمه انديته وكل الكلام ده. ان احنا ربنا يوفقنا ونقف الوقفه دي مع الجمهور ده اللي لما جبنا جون كان بالطوب اللي وقع علينا والازايز والحاجات دي والكلام ده رعب. حقيقي. يا ريس انا امبارح حد بيقول لي ما روحش ليه المغرب يا بيه، قلت لهم ده لو قاعد في اوتيل جنب الاستاد الماتش ده اللي يمكن اروحه. ده انا هبقى رايح يا ترى هرجع ولا لا؟ الله اعلم واعلم. بس يعني انا عارف ان انت دايما بتروح هذه يعني المباريات دي كلها، انت دايما بتروحها وبتبقى دايما ورا النادي الاهلي في كل مكان الحقيقه. انا رحت يا ريس ابو ظبي اعتقادا مني ان انا هتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. وطبعا لما بقى الاهلي وبيراميدز برضه حضرت الماتش. رحت مخصوص. وكان معايا على الطياره النجم تامر حسني كان راح يغني. عموما يا استاذ بيومي الف الف مبروك، يعني جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. انا بشكرك جدا جدا جدا، ودايما الحقيقه حبيب. مشارك معانا في كل المناسبات السعيده. شكرا جزيلا للنجم الكبير استاذ بيومي فؤاد. كابتن سامي، يعني استاذ بيومي هو مثل لكل مشجع اهلاوي، بيشكركم على كل شيء، بيشكركم على كل حاجه، تعبكم، اخلاصكم، كل حاجه. يمكن في حاجات انا عارفها لكن ما ينفعش نطلع نتكلم فيها طبعا، لكن في النهايه هذا التعب اعتقد ان هو تم يعني وضعه او تم الوصول الى افضل ما يكون الحمد لله بفوزنا بهذه البطوله. طبعا بشكره طبعا، راجل محب طبعا للنادي وداعم للنادي، ويمكن قال كلمه مهمه جدا يعني. لا قدر الله لو كان حصل فيه اخفاق انا كنت اكبر ده يعني، وده ده عادينا بجمهور النادي الاهلي. بشكره بصفته طبعا واحد من محبين النادي المدافعين عنه. اتمنى ان شاء الله نقدر نساعده ونسعد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب كابتن سامي، الحقيقه في ظل الاجواء اللي حصلت وفي ظل هذه المباراه الصعبه جدا، حصلت امور كثيره جدا، لكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله. اصعب وقت في هذه المباراه من وجهه نظرك في 90 دقيقه؟ هو طبعا لحظه الهدف يعني اللي دخل فينا؟ اللي دخل فينا طبعا. يعني كان طبعا صعبه جدا. احنا كنا برضو حابين ان المباراه تطول لان كل ده هيمثل ضغط عليهم، الشوط الثاني هيبقى عندهم اندفاع اكتر، فنستغل احنا برضو السيناريو اللي احنا كنا عاملين تاني ان احنا يبقى عندنا سرعات نقدر نستغلها في الشوط الثاني كونتر اتاك نقدر نسجل ونحسم المباراه. لكن طبعا يمكن الراجل حظه برضو الكرات الثابته حل من حلولهم بيعملوها بشكل كويس، شكل كويس سواء كورنر او الكور الثابته يعني. لكن طبيعي انت عارف الاخطاء دي بتبقى وارده جدا في الماتشات اللي زي دي. دخل الحمد لله برضو ده كان دافع كويس لينا وتركيز اكتر لينا ان احنا نركز اكتر ويبقى عندنا دوافع اكتر وان احنا نصمم ان احنا نرجع للمباراه تاني. يمكن حتى بعد الجون كان عندنا فرصتين ثلاثه نقدر نحسمهم بشكل كويس، لكن الحمد لله طبعا مباراه كبيره ومباراه مهمه. يمكن صعوبتها يا كابتن اسلام ان يعني صعب جدا علينا كجهاز وعلى منظومه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكبرياء النادي الاهلي ان فرقه تاخد منك البطوله مرتين، فكانت هتبقى حاجه قاسيه جدا علينا، خصوصا ان البطوله الاولانيه حضرتك عارف طبعا الظروف الظروف اللي حصلت صح والانفير اللي حصل فيها يعني. فاعتقد ان ربنا كافئنا عن اخلاصنا السنه اللي فاتت واخلاصنا السنه دي الحمد لله، وان احنا نقدر نسعد الجمهور دوت ونقدر نخلي مكانه النادي الاهلي دايما بعيده وكثيره زي ما هي موجودة من أول ما اتبنى من أول ما أنشأ النادي الأهلي. كابتن سامي، من الحاجات اللي أنا شفتها امبارح برضو، أنا أول مرة أو من المرات القليلة جدا جدا النادرة يعني إن أنا أشوف كولر متعصب امبارح.
في اللقطه بتاعه مملكه سيمبا اللي هو وقف فيها الكوره واحنا كنا رايحين نجيب فيها جون، شفت اللعبه دي ازاي الاول والعصبيه او النرفزه اللي كان فيها كولر ساعتها؟ بص يا كابتن اسلام، انت شايل مسؤوليه نادي كبير جدا طبعا. الراجل دايما بيتكلم عن النقطه دي كتير جدا، النادي الاهلي نادي كبير وبطولات كبيره وهو عاوز يعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. بنسمع على الاساطير اللي كانت موجوده والاجيال الكبيره اللي كانت موجوده وحققت نجاحات كبيره، النجوم اللي مع حضرتك دلوقتي من افضل النجوم اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، صحيح على المستوى الفني ومستوى التدريب ومستوى الاداري. فطبعا كان حاجه كبيره جدا ان انت تتحمل المسؤوليه دي، فدايما الراجل متحمس ان هو يجيب بطولات ويعمل حاجه كويسه وللنادي ولجماهيره. فكان هي ديت يمكن هي دي مش شخصيته، وانت عارف توسفين دايما برضو يعني شخصيته مش عصبيه قوي، يعني ما فيهاش عصبيه قوي، لكن هو كان اتعود طبعا، انت عارف اللي بيعيش في النادي الاهلي بيتعود بصفاته وشخصياته وشخصيه النادي الاهلي يعني. الحاجه الثانيه بقى ان الحكم نفسه، يمكن احنا كنا اتكلمنا في النقطه ديت انا وكابتن سيد، انت عارف يعني الحمد لله بقى لنا برضو فتره كبيره الحمد لله بنلعب في البطولات الافريقيه بشكل كبير يعني، فبننقله طبيعي الحاجات اللي احنا مررنا بيها، ان طبيعي ان هتلاقي ممكن في اخطاء من الحكام ممكن تكون مقصوده مش مقصوده الله اعلم، هتلاقي الحاجات برضو اللي كانت احنا مركزين فيها ان احنا كنا عارفين ان احنا لو الوداد جاب جون مش هتلاقي كور، مش هتقدر تلعب فترات كبيره جدا، هتلاقي ناس كتيره بتقع، هتلاقي ناس كتيره بتعترض مع الحكم، هيوقف في المباراه كتير عشان يقلل من حماسك. تخيل انتوا خدتوا ست كور خليتوهم معاكم او سبعه، احنا كان معانا على الدكه فعلا كده. الحمد لله كنا بنشتغل برضو على التفاصيل الصغيره ديت، ناس كتيره طبعا ما بتبقاش عارفاها، لكن احنا بنحاول نساعد اللعيبه ونساعد الجهاز اللي معانا يعني اللي هو يحقق له كل اسباب النجاح يعني عشان يقدر ينجح يعني. الحمد لله اللي ربنا كرمنا وكرم النادي وكرم الفرقه بالشكل دوت والاداء دوت تاني، واللي انت تاني بشكل كويس اعتقد الحمد لله بطوله غاليه جدا لينا ولجمهورنا وان شاء الله مزيد من الطاقه. كابتن امبارح برضو في المباراه عوده محمد الشناوي كحارس مرمى مصر الاول طبيعيه جدا، ولكن يعني الناس شافت ان ليه مصطفى شوبير كان بره الفرقه خالص، يعني كيفيه الاختيار بتبقى ازاي؟ مش عايز اتكلم على ناس بعينها، ولكن كيفيه الاختيار واداره المباراه بتبقى ازاي من وجهه نظر الراجل طبعا؟ ايوه من وجهه نظر الراجل ده هو صاحب الحق الوحيد اللي هو يقرر مين اللي يلعب ومين اللي اختياره ومين اللي بره يعني يسال عليه، هو طبعا هو صاحب التفكير الاول والاخير بناء على حاجات كتيره جدا، بناء على تمرين، بناء على خبرات، بناء على رؤيه هو شايفها. يمكن كان ناس كتيره جدا بتشكك مثلا في مصطفى، العكس بقى كان بيحصل في المباراه الاولى. مظبوط المباراه الاولى طبعا النهارده ان انت تدي الثقه لمصطفى شبير في مباراه نهائيه زي دي حاجه تحسب للراجل، فلما طبعا يقرر بقى قرار تاني ما يبقاش التقييم مختلف. صحيح التقييم واحد النهارده الشناوي، ما فيش من مدير فني عنده الشناوي سليم 100% وما يقدرش يلعب. صحيح حاجه لوجيك، حاجه طبيعيه جدا يعني. حاجه ثانيه راجل فكر ان علي عنده خبرات وراجل كان برضو عدم وجوده الماتش اللي فات عشان كان مصاب، شايف من وجهه نظره حاجه معينه هو علي يكون موجود تحترم. بس فهو صاحب الحق وصاحب الاختيار اللي هو يقرر مين يبقى موجود، لكن انت كلاعب وانت حضرتك عارف كابتن اسلام ان انت اللي ليك ان انت تعمل عليه، تتمرن وتشتغل وتعمل عليه، والراجل هو اللي يقرر عشان لما تبقى تاخد فرصه في اي وقت من اوقات المباراه او اوقات السنه في اي وقت من المباراه تقدر تشارك، تقدر تأدي اداء مميز. النهارده مصطفى شبير عدى مرحله كبيره جدا جدا حقيقي يعني. النهارده الناس بقت تثق فيه، النهارده الناس بتقارنه بالشناوي وبعلي، حاجه لا وكفايه يا كابتن سامي برضو، ما دي تحسب لنادي الاهلي يا كابتن ماهر يا كابتن شريف، برضو تحسب لنادي الاهلي ان الشناوي يشيل الميداليه بتاعته ويديها لمصطفى. اعتقد دي يا كابتن سامي خصله من خصال النادي الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام انت يعني انت معاك اثنين من نجوم يعني تاريخ النادي الاهلي كله. صحيح موجود معاك، هما اللي علمونا ازاي نحترم بعض وازاي نقدر بعض وازاي صحيح في انقاذ الذات وفي حاجات دي، عشان كده هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مختلف ليه، عشان كده الاجيال بتوصل للاجيال الثانيه. انت لما بتشوف انا ما بشوف كابتن ماهر واستفاد منه من خبراته، كابتن شريف استفاد منه من خبراته من كلامه، انا اوقات كتيره جدا بقعد اتفرج عليهم وبشوف قد ايه بيتكلموا على الفرقه ويبقوا دعم لينا، ببقى مبسوط جدا وبقى
يعني حاسس ان انا طاير من الفرحه، يعني النجوم الكبار دي هم اللي بيدعمونا، هم اللي واقفين في ظهرنا، فهو ده النادي الاهلي وده عادنا دايما النادي الاهلي يعني. طيب اخيرا يا كابتن سامي، برضو في النواحي الفنيه شويه، امبارح التغييرات، احنا دايما بقى الراجل بيبقى او مستر كولر بيبقى عنده فكر معين، هو بيغير بعد الدقيقه 70 غالبا يعني في كل المباريات، امبارح بدأ بدري، هل دي مفاجأة؟ هل دي فكر جديد؟ مش عارف يعني، ايه رأيك؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا حضرتك متابع لكل الدوريات اللي موجوده في العالم، صحيح، حتى في بطوله اوروبا الاخيره. شوف النهارده ريال مدريد بيلعب مانشستر سيتي، النهارده الراجل ما بيغيرش، جوارديولا ما بيغيرش، الماتش الثاني بيغير في الدقيقه 86 87. ففلسفه التغيير نفسها دي مرتبطه بحاجات كثيره جدا، اولا بشخصيه المدرب، بظروف المباراه نفسها، بمدى ثقته باللعيبه اللي موجوده. ايوه في اوقات كتيره جدا انت كمدرب يا كابتن اسلام انت بتبقى مثلا عاوز تغير مثلا مهاجم، لكن انت احساسك من جوه الراجل ده هيجيب، فخلاص لازم هتستمر. اوقات كتيره حتى لو وحش، خلي بالك، حتى لو وحش، حتى لو وحش، ودي حصلت كتيره جدا معانا السنه دي، حصلت كتير جدا في ماتشات كتيره جدا، لكن الراجل غير في كل اوقات، او اوقات كتيره كده الراجل غير بين الشوطين، مروان عطيه، برونو سافيو، قفشه، وبعد كده غير في بدايه الشوط التاني قبل كده اوقات كتيره جدا. يعني النهارده انت بتلعب مباراه نهائيه، خلاص مش مستحمله ان انت هتصبر كتير، مهم جدا ان انت خلاص لو لعيب مش موفق، خلاص لو لعيب ما اداش اللي انت عاوزه هتغيره، وده الحمد لله اللي الراجل بيشتغل عليه وبيعمله. فمش موضوع ان انا بغير في الدقيقه 70 او دقيقه 80، لا بالعكس، كل مباراه وكل مباراه ليها ظروفها وليها فلسفتها ولها لعبتها، فدي حاجه طبيعيه، انا شايف ان دي حاجه طبيعيه وحاجه يعني المدير الفني هو صاحب القرار الاول والاخير، لان هو اللي بيتحاسب، او هو اكتر واحد بيتحاسب يعني في بيتحاسب، النادي هو الاهلي مفيش مدير فني عاوز يخسر نفسه بالظبط يعني، كده. هو ما بيعملش كده عشان يعني يبان ان انا راجل، لا بالعكس. لا، هو انا بسأل الاسئله دي تحديدا ولو كل ليه؟ الناس برضه يا كابتن اسلام، لو اتفضل. كل الناس فكرت صح يعني، فكرت زي ما الراجل بيقول، خلاص كل الناس شايل مدربين، صحيح، انما هو ليه مدرب؟ هو ليه مدرب؟ عشان هو شايف حاجه او عنده قدرات او عنده حاجات معينه مش موجوده في الناس كلها. انت بتشوف المباراه من وجهه نظرك انت، ايوه، ممكن تبقى وجهه نظرك دي مشابهه لكذا واحد، انما مش هي دي الاساس، صحيح. دي الاساس. لا، انا بسأل الاسئله دي تحديدا لانها طبعا حضرتك عارف من امبارح طبعا للنهارده ناس كتيره بتتكلم فيها، فعشان كده الاجابات بتبقى واضحه، لا ان لا ده طبعا حق اصيل من وجهه نظر المدير الفني، يختار من يريد ان يبدأ به المباراه ويختار من يريد ان يغيره، هو ده في الاخر معنى الكلام اللي احنا طبعا بنقوله. اخيرا يا كابتن سامي، يعني اذا كنت تريد ان تقول شيء لجمهور النادي الاهلي من خلال قناتك، قناه النادي الاهلي. اولا انا يعني اكتر حاجه يعني ساعدانا اللي احنا بنقدر نسعد جمهور النادي الاهلي، ده حاجه كبيره جدا 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 لكل المنظومه، منظومه النادي الاهلي دي كلها من اول مجلس الاداره لحد العمال الموجود عندنا، هو هدفهم الاول والاخير هو يساعد جمهور النادي الاهلي. حقيقي عارفين ان النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيحب كل حاجه اللي هو يبقى رقم واحد، وهو ده اللي بيحركنا، وهو ده اللي بيدينا دوافع اللي احنا عاوزين نساعدهم بيحركنا، لان كل واحد دايما بيختار الحاجه اللي شبهه يعني. جمهور النادي الاهلي عشان جمهور دايما مميز، وجمهور دايما عاوز رقم واحد، احنا دايما بنسعى برضو اللي احنا نبقى كده، عايزين نساعدهم، عاوزين نجيب بطولات كتيره، عاوزين نعمل تاريخ كبير نكمل بيه الاجيال اللي قبل كده سبقونا واللي ضافوا حاجات كتيره للنادي الاهلي. فاتمنى ان احنا نكون ساعدناهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نزيد من البطولات، ان شاء الله نقدر نحققها لهم ونساعدهم اكتر واكتر من كده. اجازه قد ايه يا كابتن سامي؟ عندنا 6 ايام. طب ده حلو قوي ده، يعني ده تبوسوا ايديكم وش وظهر. الحمد لله رضا، انت عارف حاجه كبيره جدا. بقالكم 6 سنين ما خدتوش 6 ساعات حتى، يعني كويس ست برضه، تعالوا طب بجد. كويس ان انت قلت لي الموضوع ده برضه، عشان في نقطه يعني معلش اتفضل. طبعا، لا طبعا، اتفضل. يمكن في ناس كتيره جدا انتقدت مجلس اداره وانتقدتنا السنه اللي فاتت اللي احنا ادينا راحه للعيبه قبل نهايه الموسم يعني، في بالعكس. اتفضل. انا عاوز اقول لك ان دي من الحاجات ادت للعيبه اريحيه كويسه جدا جدا، لان اللعيبه دي قعدت فتره كبيره جدا مفيش اجازات يعني، وانت عارف الشعور ده كابتن اسلام، وطبعا كابتن شريف وكابتن ماهر عارفين يعني ايه لعيب محروم اللي هو ياخد اجازه، او اللي هو يخرج مع اولاده او مع اهله ويتبسط والكلام ده. تغيير النفسيه فقط يا كابتن، مجرد تغيير يعني النفسيه، بيجي عليك وقت ما بتبقاش قادر تبص للملعب ولا تبص للكوره نفسها. صح، بقالهم 3 سنين يا سامي، 3 سنين. صح يا كابتن، صح يا كابتن، ما ريحوش يا عيني بصراحه. فكان قرار انا شايفه من القرارات يعني المؤثره جدا 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 لنجاحات السنه دي حقيقي. اللعيبه خدت راحه كويسه، اللعيبه رجعت اول مره تعمل فتره استعداد بشكل كويس،
الحمد لله برضو معدلات الاصابات عندنا الحمد لله قل، ان برضو انت ما بتعملش برضو المسافات كبيره بين المباريات. يا كابتن اسلام كان الاول انت بتلعب عدد كبير جدا من المباريات، عدد كبير جدا من المباريات، ايوه، مع في ظل ان انت ما بتاخدش اجازات، فكانت بتبقى صعبه جدا الروتيشن الراجل بدا يعمله، الدوافع بتاعت اللعيبه الصغيره اللي عايزه تخش وتشارك. فالحمد لله انا شايفه من القرارات المساريه اللي اثرت في مسارنا السنه دي، يعني هو القرار ده. تستحق كل التحية وكل التقدير، انا بشكرك جدا 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 والف الف مبروك يا كابتن سامي، ودورك الواضح والمؤثر الحقيقة، دوركم كلكم الحقيقة مع بعض والجماعية اللي في الأداء اللي بنشوفها الحقيقة، ده سببها الرئيسي الحقيقة الجماعية في الأداء في الجهاز الفني. انا بشكرك جدا يا كابتن سامي، كل التحية وكل التقدير لحضرتك والف الف مبروك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سامي قمصان. الحقيقة أنا عارف طبعا أن حضراتكم مستمتعين يعني، لكن كابتن سامي واحد من الناس اللي لها دور واضح جدا وبارز خلال الفترة السابقة، وتعرض الحقيقة في بعض الأوقات لكلام كتير جدا، ولكن في النهاية الفوز بالبطولات ده بيخلي الواحد دايما مبسوط ودايما سعيد. بمناسبة الأجازة، لو حضراتكم تتذكروا يمكن كنتم معايا، أنا قلت أن احنا عملنا 11 صفقة جديدة أول السنة بالظبط، وخدت تريقه والله العظيم يا كابتن شريف يا كابتن ماهر، خدت تريقه مش عايز اقول لك، وده من بعد ما نلاقي يشجع النادي الاهلي يعني، ويطلعوا يقول لك ده بص بيقولوا انا مش هطلع اقول زي اسلام الشاطر ما بيقول ان انا عندي يعني صفقات جديده 11 صفقه جديده، لما انا قلت ان الشناوي ياخد اجازه ده شهر ده صفقه، ولما يرجع من يعني ده انا كنت ساعتها بقول ان بحس لعيب الكوره يعني بتبقى عارف ان انت لما بتبعد شويه وبترجع بترجع مختلف تماما. طبعا. فخدت تريقه. دلوقتي الناس بتقول الكلام اللي الواحد كان بيقوله من سنه يعني. ان شاء الله انت السنه دي تاخد كل ال يا رب البطولات باذن الله. ان شاء الله، ما خلي بالك انت خدت لانك انت زي ما في الحديث الجميل الشايق اللي كان بتاع استاذ ايومي وكابتن سامي هي اوضه اللبس. صح. هي الاداره، يعني هي التعامل بين اللعيبه وحبهم لبعض مش اكتر. احنا ناس طول عمرنا بنشتغل على مفهوم واحد، اسعاد جماهيرنا، اسعاد جماهير مصر كلها. مصر امبارح لو اكيد انت شفته، كلنا شفنا بعد صفاره الحكم مصر حاجه ثانيه. لا كان فيها انتماء بقى اهلاوي فقط او لا لا لا، مصر كلها. انا عايز اقول لك حاجه، انا اول تليفون جالي كابتن ابو رجيله. والله كلمني، والله كلمني. صح. مبروك يا شرف. صح. كانت يعني تليفون مؤثر فيا وجميع اصحابنا الزملكاويه برضه. صح. كنت الاول مره بلاحظ فيهم المره دي ان هم مبسوطين. انا بقول لك بصراحه يعني. ليه؟ حسوا بقد ايه المصري او الاهلاوي وهو بيلعب امبارح في المغرب. حسوا قد ايه ان دي البلد، مش صحيح مش فقط. لا، وخلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، تهنئه السيد الرئيس وتهنئه بعد كده رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس كل ده، انا بشوف ان هو بيخلي الناس كلها يا جماعه ده الاهلي بيلعب مصر بتلعب، الزمالك بيلعب مصر بتلعب، الاسماعيلي، كل الانديه الكبيره. والله يا اسلام مصر كانت محتاجه الفرحه دي. فعلا جد. بعد واحنا اللي انا شفته امبارح ده، احنا كنا محتاجين نفرح يا جماعه. والاهلي دايما زي ما بيقولوا صاحب البسمه وصاحب اسعاد الناس والفرحه. انما سيبك من البطوله وسيبك من كل حاجه، احنا ككيان كلنا مع بعض، البطوله دي جايه من عند ربنا. طبعا طبعا، اهداء من ربنا للناس. كل اعملوا فسيرى الله عملكم الرسول والمؤمنون. ده فعلا الكلام ده مش لا، الكلام ده اللي بيشتغل، الكلام ده اللي الناس حاطه ايديها في ايدين بعض، الكلام ده في الاخر هتلاقي حياتنا كلها ببلدنا كلها ماشيه في نفس السياق. صحيح. الحقيقه الفتره دي كلها، فربنا بيكرم وبيدينا على قد النيات وعلى قد الشغل اللي انت بتتعب فيه. فقد ايه الناس اللي شغاله زي سامي قمصان حاسس بنفس يعني الراجل ما فيش كلمه قالها الا هي كلمة المنظومة المؤسسة اللي بتوصلك للنجاح. كان معايا تليفون قبل حضراتكم الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. فبقول له احنا خدنا 18 بطولة من 22 في ألعاب الصالات.
قال احنا مش هنفكر في ال 18 خدناهم ازاي، احنا هنفكر في الاربعه خسرناهم ازاي. طبعا محمد شوقي كمان من موضوع الناس دي كلها مش اعضاء مجلس اداره، دول اعضاء جمعيه عموميه، محبين اعضاء جمعيه عموميه صحيح. يعني بكره الصبح بيبقوا في اجتماع بينزلوا يقعدوا وسطينا ووسط الجمعيه العموميه ويعرفوا قد ايه الناس بتفكر وقد ايه الناس بتتكلم وقد ايه الناس بتحس. فالحكايه حكايه نجاح بالزبط. اول ما بننجح كلنا، اديك شفت احنا قاعدين نتصور طبعا بالكاس الاميره اللي احنا من 82 وبنتمحك فيه دلوقتي. احنا اللي فتحنا لكم فتحه اسلام، عايز اقول لك مش انت بس اللي تهاجمت، خد بالك الجهاز ده تهاجم. لا لا مش عبد الحفيظ وسامي وطلبوا من كابتن محمود الخطيب، خلي بالك ده تغيير الجهاز ولازم دم جديد ودم مش عارف ايه، ومجلس الاداره تهاجموا حضراتكم كلنا تهاجمنا. انا مش قصدي انا، احنا لو قلنا كلمه كده تتاخد الناحيه الثانيه، تتاخد الناحيه الثانيه مش مشكله. انما مره انا والكابتن شريف يعني اتعمل علينا حفلات، اتكلم على ماتش في الدوري، اتكلم على ماتش في الدوري طلعوا لنا في افريقيا. اه والله معلش يعني احنا الفتره اللي فيها دي ده بياكد اشرف برضك، خد بالك ان مجلس اداره عنده وعي وعنده خبره بشكل كبير جدا حقيقي. ثبات الاجهزه هو اللي انتوا اللي تقولوا لنا بقى اللي وصلنا للنجاح ده، انك انت عارف كل حاجه يعني. لا كيفيه الوصول لهذا النجاح في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل هذه الانتقادات الكبيره وفي ظل مش انتقادات هي ضغوط كبيره من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بيحاول يغير فكرة الأهلوية إن أنتوا عندكم مجلس إدارة مش عارف ما بيعملش حاجة ومجلس إدارة، على الرغم من إن مجلس الإدارة بيعمل كل حاجة. ما هو التملي يا إسلام، عايز أقول لك البطل تملي، يعني مش عايز أقول كلمة تملي، البطل مكروه، تملي البطل صحيح. محطوط تحت المنظار. كل اشمعنى النادي الأهلي هو مش مكروه هو صحيح، هي دي الأحسن. هو مكروه محطوط تحت المنظار. اشمعنى النادي الأهلي ده اللي هو صاحب الانتصارات، النادي الأهلي ده صاحب البطولات، النادي الأهلي اللي بيكسب دوري وكاس يعني وأفريقيا. إدارة النادي الأهلي صحيح، الإدارة والله الإدارة مانشستر سيتي سبحان الله. مانشستر سيتي مش لم الحكاية كلها إدارة مانشستر سيتي شغالة على 1 2 3، وإدارات تانية في أندية تانية بتتمنى كل سنة وبتضخ جميع الإمكانيات عشان كاس زي كاس اوروبا اللي كان اليومين ده. ان الاداره نفسها هي اساس كل شيء، ازاي بتمشي، ازاي بتتكلم، ازاي انت عايز ايه كمان. احنا بقالنا سنتين كان بيروح من هنا الدوري بايدينا احنا. ايوه حصل ايه يا كابتن على فكره، بصناعه ايدينا احنا واحنا بايدينا اللي قررنا بنفس الشكل. ازاي حصل ايه يا كابتن؟ انا وجهه نظري ان السنه دي زي ما كابتن سامي قال، السنه دي بدايتها اجازه اللاعبين من نهايه الموسم اللي فات قبل نهايه الدوري بتاع السنه. ده سبب انت ما خدتش البطولتين اللي فاتوا بالظبط، الملاحم اول قرار في الموسم. المستشفى اللي كان بيتكلم عنها لا وقرار، احنا كنا مستشفى فعلا، احنا كنا بنلعب ب 11 لعيب وب 12 لعيب، وقرار جريء كمان يا اسلام في الوقت ده انك انت تدي راحه للعيبه، فكان قرار حكيم من مجلس اداره ورؤيه بعيده المدى. انت سبت دوري بحاله بشكل كبير عشان توصل للي انت فيه النهارده ده. فاكر انت لما الكابتن ما هو ده اللي احنا بنقوله، احنا الفرقه دي هتريح من هنا هنلعب بالولاد الصغيري. انا عندي مقوله يا اسلام تملي اقولها بصراحه. لا لا اتفضل اتفضل. النادي الاهلي جنه الارض. النادي الاهلي جنه في الارض. صحيح. كل حاجه حلوه ممكن تشوفها في النادي الاهلي. مجلس إدارة على مستوى جهاز فني اختير في وقت كمان حاجة تفرح، لعيبة مميزين، 8 لعيبة دوليين وثلاثة محترفين على أعلى مستوى، ومعانا لعيبة منتخب أولمبي، جمهور كمان عظيم، جمهور بصراحة إسلام بيشاركنا بشكل كبير جدا في ال 11 بطولة دي. هو لولا الجمهور مشاركة كبيرة جدا فعالة بصراحة. ولولا الجمهور يا كابتن ماهر بعد مباراة سان داونز اللي كانت في دوري المجموعات، لولا الجمهور وان احنا كلنا مسكنا ايدينا في ايدين بعض وكملنا بالمركب من وسط البحر، لولا جمهور النادي الاهلي ما كناش في الفرحه دي بالرقم ده، وترجع تاني يوم تكسب 4 وترجع تكسب 3 وتصعد وتصل للنهائي وتفوز في النهائي وبهذا المستوى الرائع. لا لا لا. وخدت شمال افريقيا كله. عارف اللعبه اللي كانت ماشيه بتاكل في الفرق. صحيح. اول ما بتوصل عند الدور الثمانيه بتتحول، الوضع بيختلف، بتبقى اوضه لبس ثانيه، شكل ثاني، الناس تبقى قاعده مطمنه. مين منا في المباراه اللي كسبناها بالجون اللي دخل علينا زي القدر كده بتاع 2-1 ده اللي كلنا رحنا مكشرين، ولكن قلنا ايه؟ زي ما راجل قال كولر بالظبط، احنا كسبانين. صح. انتوا كسبانين. انتوا تحتاجوا انكم تجيبوا جول هناك فقط، وهي دي الحقيقه. ده اللي حصل. مين منا ما قالش الكلمه دي؟ كلنا. مين منا ما كانش عنده احساس
90% ان احنا هناخد البطوله. انا بعد ما شفت اللعيبه خارجين من ماتش 2-1 ده حسيت ان اللعيبه عايزه الماتش بكره يا صح. ودي لعيب الكوره لما بيصمم وبيركز وبيبقى عايز حاجه بيوصل لها حسب الامكانيات الفرديه اللي عنده. انت فرق بينك وبين الوداد في الامكانيات واضح جدا، لدرجه هم لما ربنا رزقهم بالجول نسيوا الكوره، ابتدوا يضيعوا في الاوقات، ابتدوا عايزين ياخدوك في سكه تانية، نسوا يلعبوا كوره، نسوا يقولوا ان هم لازم يجيبوا جول تاني عشان يامن لهم، حتى لو انت جبت جول يبقى اجلتين وماشيين معاك في البتاع. ولكن لعيبه النادي الاهلي، وطبعا بنشكر الشماريخ يعني اللي عملت لنا البريك اوت ده والتايم اوت اللي خلتنا اتلمينا وحطينا وبقينا فرقه تانية خالص، بنشكر كل الدنيا كويس اللي خلت اللعيبه دي كلها عندها الهدوء الاعصاب انت كنت بتتكلم عنه. في ايه الهدوء بتاع اللعيبه دي وعارفين اكنهم عارفين انه هيجيبوا جول ومش حاسين ان هي صعبه قوي، مع انهم كانوا في اول هاف تايم مش واحده 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 بس متاخرين. كان يقول لك ايه هم ليه بيدافعوا من ورا قوي يا اسلام كده، غصب عنك انت بتلعب ضد فرقه بدوافع هجمه عليك الحقيقه، احنا بمزاجنا بجماهير بحكم بيتلكك لاي حاجه ان يخليه صاحب الارض يبقى هو ليه. بس خلي بال حضرتك يا كابتن، انت برضو مهما وصلت لم تكن نسبه الاستحواذ مثلا، انا ما بخص ما حدش بص طبعا نسبه الاستحواذ، ولكن نسبه الاستحواذ لا، انت في المباراه الاولى لا هنا معلش انت كنت حاجه و80 20 هو هنا عايز يطلع سليم او اقل يعني 80 عايز يطلع سليم، ولكن ربنا عزز الفوز اداهم الجول ده اللي دخل فينا بالظبط كويس عشان الفرح عشان كمان يعني انا حدي خلاص النتيجه عند ربنا خلاص عنده طبعا وحده. طبعا بيقول لك انا حدي الاولاد دول البتاع بس ما يروحوش ايه معاهم 2-0 ومتكاسلين وبتاع، لا اتعبوا شويه عشان الدنيا تبقى فرحه اجمل. وفعلا لما جه الجول هي فرحه اجمل، احنا كلنا صوتنا راح، احنا مش عارفين نتكلم لحد دلوقتي لكن الفرحه جميله جدا، والاهلي دايما في جميع الاوقات وفي جميع البطولات وفي جميع النسخ يستاهل انه يبقى البطل، ولكن لما تروح منك نسخه ده رزق الناس الثانيه، الناس الثانيه برضه بتشتغل. طبعا المغرب اللي شرفتنا في كاس العالم وكانت ممكن توصل تاخد كاس العالم السنه، صحيح ناس بتشتغل، ناس تحترم، ناس كل حاجه، ومن حقهم وحق مشروع ان هم يدافعوا ان هم ياخدوا البطوله والمره السادسه وكام، ولكن انت دايما بيبقى لك الكلمه الكبيره والتوفيق من عند ربنا، والف مبروك لينا كلنا يعني. صحيح. احنا فرحانين. والنقطه كمان الاهم كابتن اسلام شريف، الثبات الانفعالي اللي كان موجود عند لعيبه النادي الاهلي. يعني احنا فعلا بعد المباراه لما انتهت الراجل اشتغل على علم النفس، يعني واضح او طبعا في استراتيجيه الراجل اشتغل عليها من المباراه الاولى هنا في اوضه اللبس، قال لهم ان احنا كسبانين وانا عندي ثقه كبيره جدا فيكم ان كنتوا ان شاء الله باذن الله هنا هتحققوا لنا نتيجه ايجابيه. فشغل العلم النفسي في المباريات اللي بالشكل ده اسلام مهم جدا، وانا بحيي مستر كولر ان هو اشتغل عليه كويس قوي وقدر يوصل اللعيبه للحاله اللي هم فيها. الحاجه الثانيه هناك هم حاولوا يخرجونا بقى عن النظام، عارفين لعيبه النادي الاهلي منظمه، انت رايح متمرن على النقطه دي بالظبط، مش هنخرج لكن احنا الحمد لله كنا عبد المنعم لما حسين الشحات حصل له العصبيه والنرفزه غصب عنك بقى خدت بالك يا راجل، احنا رايحين نجيب جول وانت بتصفر لي ليه يعني بتعطلنا فجت حركه غير يعني انا مسميها رياضيه، راح يشد الراجل يقول انت رايح فين بالظبط، تعالى هنا يا عم انت بتعمل فينا كده ليه الجول. فالدنيا برده في الثبات الانفعالي اللي انت بتتكلم عنه طبعا، اللعيبه واقفه محمد هاني بيزق ويقول له اسكت انت ما تعملش اي حاجه دلوقتي، ما تخليش شعورك يبقى ودي مهمه جدا شوف خد بالك صعبه جدا. احنا اقسم بالله انا هقول لك على حاجه، انا قاعد في وسط مجموعه اهلاويه طبعا كلهم وما اعرفش ايه، بقول لهم خلاص في ناس قالت لك خلاص البطوله راحت يعني بعد الجول بعد الجول. قلت لهم احنا بنلعب على جول، وقبل ما قلت لهم هو احنا مش قاعدين قبل الماتش بنقول احنا لازم نجيب جول عشان ناخد البطوله؟ قلت لهم يعني الحمد لله ان الجول جه في اول شوط، ما جاش في الدقيقة 70 فينا ولا جه في الدقيقة كان خلاص كانت الحكاية دول طبيعي الوقت هيقعوا وخلاص وبالمساندات بالعين، ولكن ما فيش واحد فينا ما كانش عنده إحساس إن بعد الشوط الثاني ما دخل في ربع ساعة كده إنك أنت هتجيب جول. أدام رحت الناحية الثانية وابتديت تنصب السيرك بتاعك وابتديت التغييرات حصلت كمان ساعدت كتير قوي لما نزل قفشة وابتدى يستلم الكورة وابتدى يدور الكورة وابتدت اللعيبة كلها، كل ده الإحساس اللي خلاك بتحس ان البطوله عندك بالظبط. نسينا ان احنا مغلوبين 1-0، احنا بقينا بندور كلنا الجول هيجي امتى، وجه صعب
اصعب كوره هي اللي جت. وروح لسابيلا كمان يا اسلام، روح عشان ما عادش يتكلم يا اسلام. دي جت ها؟ مفيش كلام خلاص مفيش كلام. لا يعني حوار دي كوره بالدماغ رايحه لوحدها وداخله جول. عايز اقول لك حاجه، مفيش كلام. صح صح كلام خالص كابتن شريف. صح ده مفيش حد، ده ما حدش لمس حد، ده حتى الراجل اللي جابها بص لا جول. يعني شكرا يا رب وخلاص. سبحان الله. حتى انا بقول لك يا اسلام الوضع التشريحي الصح، الكروس لما حضرتك شرحت لي ان هو جابها تخش في الزاويه دي، راحت الزاويه اللي هناك ازاي؟ ده عشان يلف ربنا سبحانه وتعالى. يعني ضربت في الحته اللي الزحلقه دي ربك. ودي لما دي خد بالك دي مهاره صعبه جدا طبعا موجوده عند محمد بصراحه. يعني عبد المنعم عنده المهاره. تعرف محمد عبد المنعم كان بيلعب مهاجم قبل ما يمشي يطلع يلعب ده. حس واحد والله بجد وهو صغير في النادي الاهلي كان بيلعب مهاجم. ماهر بيقول لك هو عنده الاحساس بالمكان. يعني سبحان الله بيحاول ينفذ فيه وينفذ فيه. ده حاطط واحده في كان فين؟ في الرجاء. مين اللي جابها في الجول؟ في منتخب مصر كمان هو اللي جابها في الرجاء. محمد افتكر مش هو اللي جابها بالدماغ في الرجاء؟ ايوه ايوه لما كانت كونتر اتاك ورجعت واتلعبت هو من نفسه. البدايه كانت في ماتش اتحاد المنستير. ايوه المنستير في اخر دقيقه. في اخر دقيقه كان علي معلول رفع لمحمد عبد المنعم، واخر كره علي معلول لمحمد عبد المنعم في ماتش الوداد عملها كده برضو بنفس الشكل ده. يعني جمله واضحه ان هي طبعا الحمد لله متمرنين عليها. وزي ما بقول لك يعني الكروس يجي من الناحيه دي يخش الناحيه دي تروح الناحيه الثانيه، دي اكيد مهاره. يا عم سهل، مهارة دي صعبه قوي. انت عندك جولين ثلاثه كنت هتكسب. كنا ممكن كمان نقدر نجيب جول ثاني وثالث يعني، لكن يعني عدم توفيق شريف طبعا. يمكن انا قابلت الكابتن قبل الماتش، بعد الماتش على طول الثاني، فكنت في النادي وبتغدى لقيته نازل اسلم عليه. كابتن خطيب. اوكي. دخلت رحت شريف زي قلت له التحدي، قلت له هنكسب 2-1. والله بص لي وضحك. قلت له والله هنكسب والله. قلت له كده نكسب بمعنى ان احنا هناخد الكاس يعني. انا كان عندي احساس ان احنا هنكسب 2-1 هناك برضو. معرفش احساس يعني. لا ما يعني كسبنا خلاص يعني، كسبنا الكاس تعادلنا يعني. وبعدين رجعنا بعد كده سالونا في المداخلات وسالونا هنا والكلام ده واتكلمنا، قلنا لهم هنتعادل ان شاء الله. عند 1 أو 2-2 المهم ناخد البطوله وخلاص. هو ده الاهم. كان عندي ايمان جامد جدا في ربنا وسامي كمان بطوله اهلاويه. سامي اتكلم يعني في حواره واسلام شريف قال يعني انتم من خلال مع الكابتن اسلام من خلال محادثتكم قبل المباراه كلكم كنتوا بتدينا دفعه طبعا ثقه ان احنا هنكسب هناك طبعا. لازم نصدر لهم الحق الاحساس بتاعنا كمان. واللعيبه كانت عايزه شريف يعني روح الفنيه الحمراء والروح القتاليه والجماهير اللي كانت موجوده هناك. خلي بال حضراتكم دوركم واضح في ايه؟ او دور الاعلام في قناه الاهلي مثلا وحضراتكم وزمايلنا كلهم بصراحه. كلكم طبعا كل واحد فيكم عمود من هذه الاعمده الرئيسيه الحقيقه في اعلام النادي الاهلي. انه في الوقت اللي كان البعض بيحاول ان يضع الانهزاميه والاحباط في قلوب الاهلاويه، حضراتكم كنتوا بتطلعوا لا احنا عارفين احنا هنكسب. حتى لو كان هناك بعض القلق ده طبيعي. زي بس ما انت زي ما بيومي بتتفرج وانت لعيب كوره ومار بيتفرج. والله يا كابتن انا وانا بتفرج ما حدش يزعل مني. انا شايف ان الاهلي افضل من الوداد. يعني فنيا مش بنتكلم على الوداد فنيا لا احنا بنتكلم على لا انا بتكلم على ماتش الوداد. انا على كل بقى. انا فنيا انا شايف ان انا افضل من الوداد. وده اللي خلانا احنا رايحين عندنا ثقه. ان انت افضل بشكل واضح. مش مثلا حاجه بسيطه يعني 55 لا 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 بشكل واضح. صح هقول لحضرتك حاجه وجهه نظري. هقول لحضرتك حاجه مع انك عندك حاجات لسه لو كملت بالنسبه لك انت ما حدش يجيبك. بغض النظر بعيدا عن دي. صح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا حتتين قدام كده ان شاء الله هتكمل. صحيح بيتكلموا على علي معلول عايزينه اذا عايزين له حد يبقى جنبه وكلام. يعني انت لو كملت معاك ان شاء الله الصوره اللي كان بيقول لك انا عندي 11 اللي انت كنت بتقول فيها احنا هنجيب 11 صفقه جديده انت لو الصوره بالنسبه لك الطبيعيه بالزمان. فاكر لما كان عندك ما هو كابتن بعقلية وعندك مش بالعقلية اللي احنا سامعينها من حضراتكم والاجيال اللي قبلكم لغاية لما وصلت للاجيال الحالية. هي ايه العقلية دي؟ العقلية تقولك انه انا خدت 18 بطولة من 22 فانا بفكر في الاربعة خسرتهم ازاي مش بفكر في ال 18 دي. تخلينا نبقى دائما حاسين بالامان. خلي بالك دايما تبقى حاسس بالامان ان انا ازاي خسرت دوري السنه اللي فاتت واللي قبله على الرغم ان انا عندي 43 دوري. دستور اتربينا عليه كلنا بالظبط كده. وده اللي يطمنك وده اللي يديك الامان. الرؤيه بتاعت مجلس الاداره بيفكر مش تحت رجليه.
بيفكر لقدام، بيفكر لسنه كمان حقيقي. لسنتين كمان بصراحه. كابتن انت الكابتن هقول لك على حاجه، كابتن محمود خطيب الفتره دي بالذات يعني المفروض يعني بنبارك له طبعا طبعا وبنقول لك انك تعبت. طبعا عارف احنا لما بنيجي نقول حاجه زي دي يقول لك يا جماعه لو سمحتوا مجلس الاداره معلش. الله يخليك عارف يعني اكيد معلش في 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 رئيس ومنظم ومعاه ناس كمان بقى لهم فتره معاه طبعا. خبرات مرتجي، خبرات مهندس خالد مرتجي، محمد شوقي، لا فاروق العمري، عمري فاروق، عمري فاروق الوزير، فاروق عمري، عمري فاروق العمري، فاروق طارق قنديل، ان كله نادي خلاص شربت، خلاص بقى شربت طبعا الشكل طبعا الهيكلي طبعا لاداره النادي طبعا. كويس طبعا. حسام غالي، حسام غالي ما شاء الله بوجوده بثقافته الرياضيه باحترافيته يعني خلاص النادي شربت من الكابتن محمود الشكل، وكابتن محمود شرب من كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم هي موروثات زي ما بيتكلموا عنها حقيقي ورموز مش هتتغير. لن تتغير هذه الامور، لن تتغير هذه الامور، وستظل دائما الفرحه موجوده. اخيرا يا كابتن ماهر، يا كابتن شريف، عايزين تقولوا ايه؟ يعني اللي انت عايز تقوله، عايزين نفرح للجمهور للعيبه لاي حاجه. لا مبروك للعيبه، انتوا اللي فاتحين لنا. انا عايز اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني كله على الفتره دي وتحمل المسؤوليه دي. بشكركم وربنا اداكم اكبر هديه السنه دي، وان شاء الله تكمل بالدوري باذن الله يا رب. واذا كان في بطوله تانية كاس ان شاء الله، كاس بقى بتاع السنه دي، احنا الكاس اللي خدناه بتاع السنه اللي فاتت الكاس بتاع السنه دي كمان. فمفيش احلى من كده، مفيش اجمل من كده. ودايما انتوا واحده واحده وبتحبوا بعض وكلام من ده، فلازم نفرح يعني. لازم سمير بقى ايه واحنا ماشيين كده يخلينا فعلا يدلعنا بقى يدلعنا. مبروك طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني مستر كولر اللي بحييه بصراحه خلال الفتره اللي فاتت 4 بطولات وان شاء الله الخمسه جايه. طبعا مساعدينه سيد بالخبرات وسامي، وزي ما بقول لك احنا طول عمر ولادنا هم اللي بينجحوا خد بالك الراجل حقيقي وبينجحوا الراجل الخواجه. فبحيي السيد وبحيي سامي قوم يفرحوا اللعيبه بقى العظام بصراحه، القلب والجدعنه والروح والحاجات الجميله اللي شفناها والفرحه، يستاهلوا صحيح بصراحه. تعبوا جدا 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 3 سنين في المشقه بصراحه، رايحين جايين افريقيا، القاهره، معسكرات، يعني ربنا يتوج لهم تعبهم بشكل كبير. جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي ليها الفضل بقى ربنا، ثم جماهير النادي الاهلي اللي هي عملت تاريخنا وتاريخ جميع الاجيال دي. بنقول لهم كلمه يا رب يا اسلام بترج القاهره، كلمه يا رب صحيح. كلمه قويه جدا جدا، ربنا استجاب لدعوه المصريين بصراحه. فبنحيي جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، في جميع المحافظات، قبلي وبحري وفي اوروبا، بنقول لهم الوطن العربي كله كمان، انتوا بصراحه يعني ربنا ثم لكم ثم انتوا الفضل اللي احنا كلنا موجودين من خير النادي الاهلي، البيت الكبير اللي احنا يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا ابنائه. نتمنى ان شاء الله باذن الله كده. وانا قلت للكابتن محمود الخطيب في اخر في الافتتاح يا اسلام، قلت له ان شاء الله ربنا يدينا طولة العمر باذن الله، الافتتاح اللي جاي يكون استاد النادي الاهلي يا رب، الحلم اللي احنا كلنا بنحلمه ان شاء الله باذن الله. يا عالم يبقى في مفاجات ان شاء الله يعني، ربنا يطول في عمرنا يعني، ربنا يديكم اهل حياتنا. حقيقه انا بشكركم جدا جدا جدا، ودايما بنستمتع بوجود العظام. العظام معناها لكل الاجيال من 1907 وحتى الان، كابتن ماهر وكابتن شريف عظماء من العظماء الحقيقه اللي موجودين في تاريخ النادي الاهلي، فبنشكرهم وهم اللي دايما بيفتحوا لنا الباب. هذا الجيل من العظماء، كابتن شريف وكابتن ماهر، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى، كل الناس الحقيقه اللي كانت موجوده في هذا الجيل، هم في سنه 82 اللي بداوا مسيرة أفريقيا اللي دائما هتكتمل بقى إن شاء الله، إن شاء الله بعد ما يعني ربنا يفتكرنا بمئات السنين، ويظل دائما النادي الأهلي فوقنا كلنا، فوق كل أبناء. وأنا بشكركم جدا كابتن ماهر، شكرا إسلام، مبروك إسلام، الله يبارك فيكم، ألف مبروك عليكم. هنطلع نشوف هذا التقرير وفرحتنا هتكتمل لسه، ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا كريم سعيد وأحمد ثابت، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير. الأهلي كبير افريقيا، وفاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت.